السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رجعت لكم فيديو جديد من وراء ما نعرف شحال ديال الغبره، مي انا بالكم تبدلت واحد شويه. المهم بعدا صوتي ما ديوش ليه، ضربني شويه البرد. مي جيت نشارك معكم واحد الفرحه. الوغ كيما شفتوا في لا مينياتور ديال الفيديو، نقصت 14 كيلو في تقريبا 4 شهور، 3 شهور ونص تقريبا. فغادي نشارك معكم التجربه ديالي وكيفاش درت ليها، ومن هنيت نتوما تستافدوا، وفي نفس الوقت الناس اللي باغيين انهم يحققوا دي ريزولطا بحال هكا يعرفوا كيفاش كنخدموا مع هاد الناس، كيفاش كنديروا لاكومبانيومون ديالهم. ف ليتس جو. دونك كيف ما كتشوفوا في هذه الصوره، هذه هنايا كانت فيها تقريبا 82 كيلو، وهو اكبر يعني اكثر بوا وصلت ليه. انا فيها في الطول 1.70 متر، دونك زعما ما كتبانش فيها بزاف على حساب الطول، ولكن حسيت بها، وليت كنحس بالنهجه وانا طالعه الدروج، كنحس براسي ثقيله بزاف حتى في الخدمه، بما انني اخصائيه ديال الترويض، يعني كيخصني نتحرك مع الناس، كيخصني يعني عندي فيها شويه الحركه، وفي نفس الوقت كيخصني نكون صحيحه، نتعامل مع الناس اللي هما مشللين. مهم عندي خدمه اللي هي فيزيك، يعني كيخصني نكون في الجسم ديالي نكون صحيحه، نكون اون فورم. وفي هذيك الوقيته ما كنتش كنحس براسي صراحه مزيان، ما كنت دغيا كنتقصح، ظهري دغيا كيبدا كيضرني، ركابيه بداو كيضروني بزاف ديال الحوايج، وعاد زادوني مشاكل اخرى. ما عرفتش واش متبعيني سوغ تيك توك ولا سوغ انستغرام، ولكن راه ديجا كنت شاركت معكم لو فات ديال انني عندي كان عندي لو سيندروم بوليكيستيك اللي هو تكيس المبايض. ف كنت كنعاني منه تقريبا بدا منين عرفتو، تقريبا 3 سنين هادي، مي كان عندي الاعراض ديالو من قبل. ف كان عندي مشكل ديال الراجل ما كتكونش منتظمه، الالام في الدوره الشهريه ما نعاود ليكمش، هذا الزغب كثير، يعني بزاف ديال الحوايج. وانا نعاود لكم حتى التجربه ديالي زعما كيفاش هادشي اللي درت اللي خلاني كنضعف، في نفس الوقت خلاني ملي مشيت عند الطبيبه الشهر اللي فات قالت لي بلي الحمد لله ما كاين اوكين كيست، كل شيء هو هذاك، ما كاين حتى شي مشكل، يعني بقدرتي قادر. فداك الشيء باش تحمست باش انني نشارك معكم التجربه ديالي، ونتمنى انها تنفع بزاف ديال الناس، وتحاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو باش بزاف ديال الناس يستافدوا. فكيف قلت لكم كانت فيها 82 كيلو، هو اصلا التكيس المبيض الناس اللي عارفين راه يعني ملي كتطلع في الوزن صعيب باش كتهبطو، صعيب 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 بزاف. فملي كانت فيها 82 كيلو وصلت ليها، بقيت كنحاول ندير هكا، غير عرفتو داكشي ديال الترقع، نحيد الخبز نحيد هذا، واخا انا نسرا كندير لامانزيسمون للناس، مي ديك الساعه كان فيه العجز، ما كانش عندي ديك لا موتيفاسيون باش انني ندخل في ان ريجيم مقاد نقابل ماكلتي نقابل كلشي مع الخدمه ومع هذا. واخا كنعطيو نصائح زعما صراحه، الناس اللي في دومين ميديكال غادي كونفيرميو ليا هاد القضيه، كنضلوا نعطيو النصائح ولكن حنا اخر وحدين كنديروا بهم، ماشي حيت ما مقتنعينش بدوك النصائح، ولكن حيت الواقع اللي كنعيشوه شويه صعيب وشويه ستريس. ف جا واحد النهار قلت صافي خصني نجمع راسي، ما هادشي ما مسلكناش، فبديت قررت انني غنبدا الريجيم اللي بالضبط كنعطي للناس اللي عندهم لامانسيسمون، يعني بنفس لا ستركتور، حيت هو سيت ان ريجيم اللي هو بيرسوناليزي على حسب كل واحد، على حسب الطول ديالك، الوزن ديالك، المشاكل الصحيه اللي عندك. كاين بعض المشاكل الصحيه اللي ما كنخدموش معاهم، يعني كيخصهم اخصائي التغذيه اللي هو سبيسياليزي في هذوك المشاكل، بحال السكري، بحال الناس اللي عندهم الغده الدرقيه الى اخره، طونسيون حتى هما. ف قادت لي الرجيم وقلت صافي غادي نبدا.
جات اثنين المعلوم كامل كنبداو نهار اثنين صافي. بديت قديت ماكلتي، بديت بان ديتوكس. ديتوكس شنو هو؟ كنحاول انني نخلص الذات ديالي من السموم بعدا اللي ديجا فيها. تبارك الله، راح كانت فيا في 2019 كانت فيا تقريبا 60 كيلو 62 كيلو، كان هذا هو البو ديالي ديال ديما، ما عمرني طلعت عليه. حتى كاع الا طلعت الا زبلتها شي مره ولا هذا، كطلع كتوصل 65 وكتعاود تهبط زعما في شهرها. هذا هو زعما اكبر بو كنت كنوصل ليه شحال هادي، ملي كنت صغيره اقل من 20 عام وداكشي كامل. من وراها بيان سور لي زهرمون راه كيتبدلوا، الذات ديالنا كتبدل اون فوا كنوصلوا لي فانتين الفوق، وهذه حاجه عادي عند البنات. فلو كور ديالنا كيبدا كيتبدل، و اوتوماتيكمون الهرمونات كيكونوا كيبداو كيتبدلوا، و كاين اللي كتضعف دقه واحده، وكاين اللي كتكون كتغلط، كاين اللي كتبقى ستابل، كل واحده على حسب لو كور ديالها، على حسب المورفولوجي ديالها. انا الزغبيه غلاضيت من 62 كيلو 82 كيلو 20 كيلو اللي زدت. ما كنتش كنقولها لماما، لحقاش الا قلتها ليها كانت تسمع الهضره. غلاضيتي، ردي البال الماكله، كيفاش انت كديري سميتو هذه خدمتك وانت كت ما رداش لها البال؟ وصراحه زعما حشومه، فهمتي، ما يمكن لكش انك تخدم مع الناس واحد الحاجه اللي انت كديرها ولي انت ما كتعطيش كنقولوا ما كتعطيش داك سميتو، ما كتانكوراجيش اصلا الناس. يعني اول حاجه زعما مني وجبد بان ليا شي حد اللي هو عامر كيف ما كنت، يجي يقول لي راه كندير لا ماسيسمون، نقول لك دابا راسك. ولكن بيان سور كتكون كتفكر فيها بطريقه اخرى، راه ماشي كلشي اي واحد خدام واحد الخدمه راه اوتوماتيكمون كيتبع داكشي اللي بداك الخدمه. و سيتي لو كا ديالي، وهذا الشيء ما عرفتو زعما حتى خدمت ما قبل، كنت بحال هكاك. يعني الا بان ليا شي حد مثلا طبيب ديال سنان، سنانو ما مقادين، نقول له مالك ما قادتيش سنان؟ ولكن عارفه بلي الخدمه كتخليك ما غاديش تمشي تصوب نتا لراسك ديك الحاجه، ولكن هتصوبها للناس. حتى اون فوا كتسالي النهار، وهذه بصح زعما حتى الناس اللي يلاه يلاه مقبلين على الشغل، كتقول لا راه غنبقى ندير يعني داكشي. اون فوا كتدخل كتسالي الخدمه، كتبغي تحط بليتك وتخرج، ما بقيتش كتبغي تبقى ولا دير شي حاجه. دونك من ورا ما ساليت الديتوكس بعدا بديت في الريجيم، وبزاف ديال الناس ملي كيسمعوني كنهضر على الديتوكس، يا اما البنات اللي كيتبعوا معايا في لامينسيسمون اللي كنقول لهم كوكو، راه بزاف ديال البنات متبعوا معانا وشافوا دي ريزلت اللي زوينين. مي ملي كي نهار الاول ملي كنقول لهم راه الديتوكس شنو فيه شنو فيه شنو فيه كلشي كيدير فيها مني تاعي ايه منيتي. علاش؟ لحقاش داك الديتوكس راه كينفعكم، كتنصاركم، كتخرطوهم، كتخويوهم من اي حاجه، يعني اي حاجه من وراها غادي تاكلها كتكون كتابسوربا مزيان، يعني كتنفع من كاع الماكله اللي كتاكلها. وهذا راه مشكل كبير، بزاف ديال الناس اللي كيكونوا كيغلاضوا كيكون عندهم المصران ديالهم كنقولوا ما نقيش، يعني فيه بزاف ديال الترسبات ديال الماكله، وبالتالي حنا عارفين بلي المصران ديال بحال شي تيو، و هذاك الجدار ديال داك التيو هو اللي كيكون فيه واحد الشعيرات كيمصوا لينا الفوائد اللي كاينه في الماكله. وتخيل لي هذاك التيو كامل جاي داير به الماكله، ترسبات ديال الماكله، كي غادي يدير لو كور ديالك انه يمتص الحاجات اللي هما مزيانين؟ ما عندوش كيدير، يعني كي شي يمتصوش شي ما يمتصوش، هو زهرو داك النهار. وعاد اللي كيكون عندهم القبض حديت ولا حرج. فديتوكس زعما التجربه افير، والله ملي هتجربوه المره الاولى هتوليو كل مره حسيتو براسكم زبلتو، حسيتو براسكم مرض، حسيتو براسكم تقال، كتقول لازم نقاد الماكله واحد شويه ونرجع للزبيلي. وهادشي اللي كندير زعما حاليا، ما كاينش شي حد غادي يشد ديتوكس مده طويله، وما خصناش نشدوه مده طويله.
دونك باسون ريجيم. بالنسبه للريجيم بيرسوناليزي كنت يعني رجعت كناكل الدجاج، رجعت كناكل الخبز، رجعت كناكل لي بات، رجعت كناكل كلشي. حيت شنو السكر، هذاك السكر حاولت انني نقصو لو ماكسيموم من غير شي وقيتات الا تجهيت. ما كنحرمش راسي، اللي كنحاول نفهم ولا اللي كنحاول نفهم الناس من هذا الريجيم هو ان ما كنحرموش راسنا، يعني داكشي ديال نحيد هذه ونحيد هذه ونحيد هذه ونحيد هذه ونجلس بالجوع ما خدامش. ما كنحرمش راسي، تشهيت شي حاجه بصحة، ولكن نعرف نحدد الكميات اللي خصني ناكلهم. بمعنى تشهيت الخبز وداك النهار ما عنديش الخبز، ماشي مشكل تاكل الخبز، ولكن ما هناكلوش الرز، ما هناكلوش لي بات، ما هناكلوش البنان، ما هناكلوش البطاطا. يعني كاين واحد الضريبه كتخلصها، بغيتي هذه هنحيدو هذه، بغيتي هذه هنحيد لك هذه. سي ان شو افير. وغالبا بزاف ديال الناس كيعرفوا باللي راه داك الشوا راه غادي يجيب لك واحد الشويكه ديال ما هيشبعكش، يعني تاكل واحد شويه ديال الخبز ولكن ما هيوصلكش لهذاك الشبعه اللي ممكن تشبعها مثلا الا غادي ناكلو هنفرقوا في وسط النهار بزاف ديال الحوايج. ف هذا هو الريجيم بالنسبه للناس. اوكي قلت لكم هذا كان هو الريجيم. وكنت في كل سيمانه الريجيم كيتبدل على حساب الحوايج اللي كانوا خاصيني، على حساب لو سندروم بوليكيستيك اللي كان عندي، مقام ماشي مقام الانسولين، التكيس المبايض. ف بقيت غدا بشويه بشويه حتى الحمد لله نقصت في الشهر الاول تقريبا من 82 ل 78. من بعد في الشهر الثاني من 78 هبط تقريبا ل 75، وفي الشهر الثالث من 75 ل 73. ديك الساعة كان رمضان، كما عارفين رمضان رمضان والسرطان المريض. المهم كناكل مع لذة وطاب، غشيت بزاف في الريجيم في رمضان. من وراها كنت وصلت ل 73، بقيت فيكس في 73 واحد المدة. صافي من ورا رمضان قلنا صافي نجمعوا راسنا عاوتاني، عاود جمعت راسي. هي فاش هبطت من 73 ل 69، هبطت ل 69 صافي. من وراها تقريبا بشي سيمانه هبطت ل 68.5. فهذه هي كيفاش هبطت من 82 كيلو ل 68 كيلو في تقريبا 4 شهور تقريبا. فهذا هو هذا زعما هذا هو السر. لو كان كملت زعما في ذاك رمضان كنت غادي نديرها في تقريبا في شي 3 شهور اونس، غير هو ما الغلب الله رمضان هذاك. كنت شويه السيمانه الاولى شويه كتدخل كتبدا غير هادي لا غير هادي لا غير هادي، باش عرفوا راه كلشي بحال بحال، راه زعما ماشي حيت راني في الدومين راه ما راني شاده الطريق، ما كاينش حنا كنغشوا. دونك ملي وصلت تقريبا 78 كيلو، لا 75 كيلو، ملي وصلت ل 75 كيلو تماك بدات كتبان ليا باللي كنقص في البو، ولكن لا فورم ديال لو كور ديالي ما كيبانش فيها شي فرق كبير. غنوريكم اون فوتو في الفيديو الجاي ان شاء الله، غادي نهضر عليها حيت غادي نهضر لكم على المانسيسمو ونوريكم لي زافون ابري وغنوريكم لي فوتو ديال كيفاش كانت الكريشه. كانت فريمون بانت زعما اصلا في التصويره ديال 80 كيلو هذيك راه باينه. صافي من وراها بديت كان بديت لامانسيسمون، بديت كنخدم لامانسيسمون كنخدم راسي بلي زاباغاي، راه ديجا داير لكم بزاف ديال لي فيديو عليها، مي غادي نجبدو زعما غنهضر عليه اون ديتاي في لا فيديو الجايه باش نوريكم لي ريزولطا وفين وصلت دابا. وباقي باقي هادشي كنغش، ما مكملاش في لي سيونس كاملين، حبستها
ما عقلتش حبستها واحد المده. مي هنوريكم، الفرق، فرق شاسع. فين كنا وفين ولينا؟ فرق شاسع صراحه. يعني من خارجه لداخله، يعني باقا شحيمه لحقاش ما كنديرش سبور. مي ماشي بقى زعما هذاك الطرف اللي تلحقش، ما كنديرش سبور يعني كلشي عاديه بلاط، غير هو ماشي ماشي مطراسيه لحقاش ما كنديرش سبور. هذه حاجه نورمال، وهاد المغالطات هادو هنقريهم لكم مزيان في الفيديو الجاي. لحقاش بزاف ديال البنات كيتحبوا ماشي يخرجوا من لامانسيسمو عندهم الكرش مطراسي في سته ديال لي طابلات شوكولا. ولكن لا سي با فري، زعما حتى الناس اللي كيكونوا لي سونتر اللي كيديروا لامانسيسمو وكيعطيوكم هاد الفكره راه كيكذبوا عليكم. حتى كاع الا كانوا كيخدموها بالالكترو ستيمولاسيون هذا راه سي ان افي اللي هو يعني غير في ديك الساعه ومن بعد كيمشي ما كيبقاش مانتوني. علاش؟ حيت هذاك الالكترو ستيمولاسيون شنو كدير؟ كتسبازمي ليك الموسكل، كتخليه مجموع واحد المده، ولكن اون فوا كيترخى الموسكل صافي ما هي ترجعي كيف ما كنتي. داكشي باش لو سبور مهم. وفي الباك ديال لامانسيسمون راه كندخلو السبور، غير انا ما درتوش. انا كنت كنتبع السهله، لي مساج حيت ساهلين لا باغي بقى خدامه. مي ما كنتش كندير لو سبور يعني باش ما نكونش كنكذب عليكم اولا كنعطيكم داكشي اللي كاين. كاينه كاينه، ما كايناش ما كايناش، الزواق ما عنديش معاه. رجعوا لي فيديو ديالي ديال دي 3 سنين نفس الهضره تلقاني كنقولها، ما عنديش مع الزواق. داكشي اللي كاين كنقولو، والحاجه اللي هتنفعكم هنقولها لكم، الحاجه اللي ما هتنفعكمش ما كاينه ما كاينش. علاش بزاف ديال البنات كيجيو كيقول لي بغيت ندير هاد لا تكنيك، بغيت ندير هاد لا تكنيك، واخا نكون كنديرها، ولكن الا انت بالنسبه ليك انت ما هتصلح ليكش ايفيتي. وملي كان ملي كنقولوا لا على واحد الحاجه، فعرفوا باللي راه كاين واحد الاسباب اللي غالبا كنشرحهم لكم، ولكن كاين اللي ما كتقتنعش وكتمشي كتسول في بلاصه اخرى. مي راه الا قلت لك لا راه ماشي حيت ما كنديرهاش ولا حيت سميتو، ولكن حيت راه ما صالحاش ليك، ولكن واسع النظر. دونك باش نكون كون اختاليز راسي بيان سور، وبغيت تشوفوا بحال هاد لي ريزولطا، مرحبا بكم. مدايره لكم امباك، سواء كنتي باغا ديري لامانسيسمون، سواء كنتي باغا ديري لو سويفي اوني يعني غير باغ واتساب، كنتبع معاك وكان موتيفيك كنصدعك. يعني البنات اللي متبعين معايا في واتساب ديجا زعما في تيك توك كنت كندير دي فيديو على هذا، كانوا جاوا البنات داروا معايا الانسكريبسيون و عارفيني بلي كنصدع. دونك حاولوا ما امكن انكم تكونوا ديسيبليني، ما تجيش هضري معايا اختي الا ما كنتيش ناويه انك تضعف. الا انت لا سيتوياسيون ديالك دابا معصباك، ما حاملاش راسك، ما حاملاش لو كور ديالك، والصيف هذا اختي كتبغي تلبسي والصحت وكتنقصي الحوايج، يعني بالبرد بعدا كيغطيو علينا شويه الحوايج، اما في الصيف. بالنسبه للتتبع الشهري فراه داير 250 درهم. بالنسبه للناس اللي باغيين تتبع يعني كل اسبوع يعني 4 مرات في الشهر، اما بالنسبه للناس اللي باغيين تتبع يومي فراه ب 350 درهم. ندير لكم فيه بروموسيون نورمالمون 450 درهم، غادي يبقى غير ب 350 درهم، وهكا كنكون كنصدعكم يوميا 5 ايام في السيمانه من اثنين حتى الجمعة. الويكاند كنخليكم ترتاحوا مني واحد شويه باش كتكونوا موتيفي، باش كنخليكم ديما يعني باغيين انكم توصلوا لوبجيكتيف ديالكم. دونك اللي بغى تواصل معايا على حساب هذا التتبع الشهري تواصل معايا في هذا الرقم 06 61 33 93 27. وبالنسبه لامانسيسمون حتى هو اللي بغى تجي لعندنا العياده فرحنا كاينين في النسيم، تحولنا ما بقيناش في الولفه، كاينين دابا حنا في النسيم حدا سيدي معروف. بالنسبه للطوبيسي كيوصل حدانا كاين 9 و107. انا وريكم شويه لا لوكاليزاسيون باش تعرفوا. الوغ هنايا هذا هو الشارع ديال الازبان ياك، نورمالمون الناس اللي كيطلعوا الجديده راه هنا فين كيكونوا البراج ديال البوليس. اي هذه الهبطه ديال النسيم، حنا جينا شوكا، كاين هنا ان ايموبل اللي فيه تامينات العهد، حنا في ليموبل اللي حداه جوست ان فاس. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الطوبيس فراه كاين هوانيت 9 كيكون كيحط هنا، 107 كيحط هنايا.
ومرحبا بكم كاملين. وهذا هو لوزين ديال الصداخ.